11 و4 دقائق على اف ام احلى راديو. شكرا على الاستماع وما كنتوا تسمعوا فينا جونا 10 12 هذه ليميسيون تاعكم الماتينال الثانيه لراديو اي اف ام. تنجموا تابعونا كالعاده على الباج فيسبوك انستغرام راديو اف ام على اي اف ام تي في صوت وصوره على الشان يوتيوب تاعنا راديو اي اف ام. امين غلانزا يغيب اليوم ما جاش. امين غلانزا عنده التزامات اخرى. يجي بحذنا صديقي محمد الهادي بخوش. اهلا وسهلا بي. اهلا وسهلا. شنحوالك؟ شنحوالك يا استاذ؟ مرحبا بي. لاباس عليك. بون رونتري حتى انت ولا؟ ميرسي. لا نحن عندنا رونتري على طول. رونتري على طول. رونتري على طول معكم. برشا اخبار في الرياضه ابرزها هل يغيب يوسف المساكني على مونديال قطر 2022 توت سويت. اخبار رياضه مع محمد هادي بخوش. قل لي شبيك تتبس؟ لا لا مع جيت تقول امين غلانزا ريت شعره بركه صاحبك برشا امين صاحبي صاحب حتى انت صاحبي اكيد اوكي ريت الغيره بديت لا لا نحب نقولوا لي امين غلانزا مشى خويا عنده يعبي شويه فلوس لا ولا لا مشى يخدم على روحه. فما الكوب ديفيس ماك تعرف تونس ضد اليونان فما ست سي باس والعملاق تسبسب ان شاء الله ان شاء الله لاباس في الكوب ديفيس تعرف معناتها كي تشوف الاسامي نتاعهم ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدر عليه ان شاء الله لبس. نحكيوا على يوسف المساكني. يوسف في مباراه فريقه الاخيره البارح نادي العربي امام ام سليل في البطوله القطريه كانت هجمه للمساكني. تدخل متهور من مدافع ام سليل تخلي المساكني يتضرب على الركبه نتاعو. في الحقيقه الناس الكل يستنوا في نتيجه الفحوصات اللي عملهم المساكني اليوم الصباح. الاصابه في الركبة اليمين نفس الركبة اللي تضرب فيها في 2018. ناس كل وقتها نتذكروا 2018 والإصابة والشبح متاع الإصابة هذيك اللي كنا نستنيو فيه في الكونجيموند متاع روسيا. لكن وقتها يوسف المساكني تغيب على المونديال. نفس السيناريو قاعدين نتخيلوا فيه إن شاء الله ما يكونش نفس السن. إن شاء الله تطلع الإصابة خفيفة خاطر فرصة النجم نقولوا الأخيرة ليوسف المساكني باش يكون موجود في المونديال. وزادنا اللي خوفنا أكثر هو الخبر اللي نزل البارح على قناة الكأس القطرية وقت كتبوا اشتباه بإصابة المساكني بقطع في الرباط الصليبي. حاولنا نتصلوا ببعض المصادر في قطر مقربة نحن من يوسف المساكني ومن النادي العربي. الحاجة اللي أكدوا هنا أنه ما فماش لحد الآن إصابة في القطع الحمد لله اللي نستناه في اليرام. ولو أنه زاد بعض المعلومات تقول أنه يوسف المساكني توا في طريقه إلى تونس وبش يعمل الفحوصات مع المنتخب الوطني التونسي. وكما قلت لك طمنونا اللي ان شاء الله اصابه يوسف المساكني مش تكون خطيره باش يكون ان شاء الله موجود في المونديال. ان شاء الله يكون موجود في المونديال. هو ديجا معناتها كان جاي لتونس لانه فما الترابوس للمباراه مع البرازيل والمباراه الاخرى مع الكومور. اما الحاجه الباهيه اللي انا معناتها حاجه اللي تفرجت فيها وعاود قام وعاود مشى وعاود لعب معناتها ما خرجش ديريكت من الاصابه. بنحب نذكر زاد 2018 صارت نفس الفاز عاود لعب ولعب لعب ولكن خرج لانه ليغامون كروازيره وجيعه. لا فما ليغامون فما اصابه من اصابه نجم يرجع يلعب ومن بعد فما تكون اصابه على مستوى الاربطه المقطعه. خلينا نقولوا نحن خلينا نتفائلوا خير ونقولوا يوسف المساكني ان شاء الله يكون لابس وان شاء الله اصابه خفيفه كما صارت لكريم بنزيما مثلا. صحيح. في الوقت ضرب على الركبه والناس الكل يسخايبوا اصابه خطيره وطلع جوست اصابه على في الواحد نتاعو في الميسكل. نعم في الميسكل نتاعو ان شاء الله ان شاء الله خويا ضربه حتى خويا شاير يرتاح ثلاثه جمعه المهم يكور المهم يجينا نتمنى انه يوسف المساكني القائد انه يكون حاضر حتى مع 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 اصحابه مش كيما في 2018 راهي حسره كبيره. وقتها دانيير ما وقتها ترشحت تونس مع مالي يبكي كيفاش ترشح للمونديال وتذكر 2018 واللي تعدى به في 2018. وحاجه اخرى زاد نتحسروا له كان حب يلعب مع البرازيل يلعب كونتر نيمار يلعب كونتر عمالقه البرازيل لكن
ان شاء الله نقولوا نحن اصابه خفيفه باش يكون حاجه خفيفه ينجم يكور طرح البرازيل. بالك هذه كل... اصابه تتطلب 10 ايام فقط ليخلط على الماتش نتاع الكومور وماتش البرازيل المهم. ان شاء الله يوسف مساكن نشوفوه في مونديال 2022 قطر 2022. تعب عليها يوسف المساكن كما قال بخوش بعد الديزيلوزيون خلينا نقولوا في الكوب دو موند 2018 في روسيا. ان شاء الله يكون معانا في المونديال ان شاء الله. بالضبط بما ان نحكيوا على المونديال طرح البرازيل تحب تذكروا الساده المستمعين بالقائمه ولا شفت القائمه انت ولا نتاع البرازيل لا مش نتاع البرازيل نتاع تونس خويا نتاع تونس تذكروا لي خاطر التصويره زوز قائمات بحذا بعضهم معناتها ان شاء الله لبس نشوفوا في القيمه التسويقيه نتاع البرازيل والقيمه التسويقيه نتاع نشوف نتاع تونس نشوف. قال لك القيمه التسويقيه نتاع تونس يخرج بها نيمار يظهر قد ايه القيمه التسويقيه نتاع تونس 43 مليون اورو كما هكا الف في البرازيل 1000 مليون يورو 1000 مليون يورو ما تعرفش المعجزه تنجم تصير علاش ليه معناتها تونس نجم تربح البرازيل علاش ليه ابري تو كور 11 راجل ضد 11 راجل هذه كره ذكروا قلنا بقائمه المنتخب الكامله بشير بن سعيد ايمن دحمين صدق الدبشي في حراسه المرمى ديلان برون نادر غندري بلال العيفة عمر رقيق منتصر الطالبي محمد راجل حمزة المثلوثي علي العابدي رامي كعيب علي معلول مرتضى بن ونيس غيلان الشعليلي شيم الجبالي هذا لاعب جديد شيم الجبالي لعب ليون لعب ليون سيف الدين الخاوي عيسى العيدوني حنبال المجبري فرجاني سيسيلي السخيري أنيس بن سليمان وهبي الخزري سيف الله الطيف زادة لاعب جديد اكزاكتومون كان لعب في ليكيب اولمبيك كونتر فلسطين في شهر ماي فارت كما قلنا يوسف المسكني نتمنوا له انه يكون حاضر نعيمه لسليتي اللي زاد لباس من الاصابه ورجع مع فريقه باش يكون حاضر في القائمه سيف الدين الجزيري عصام الجبالي طه ياسين الخنيسي مع العلم انه سيف الجزيري وحمزه المثلوث باش يخلطوا بعد مباراه الزمالك في الشامبيونز ليج علي العابدي علي العابدي كان نورمالمون ماهوش باش يكون في القائمه في الاخر قيناه في القائمه لانه الكون الجمعيه اللي يلعب فيها اعلنت انه هو مضروب ما تقالوا انه هو مضروب ما زاد نحن عندنا المنتخب الوطني التونسي حاجه به انه زاد يتفقد ملاعبيته يشوف الاطار تبي شنو كان حاضر هكا موجود في التربص نذكروا زاد علي العابدي قدم مباريات ممتازه مع اليابان ومع الشيلي وكان صاحب هدف الثاني لتونس هدف مزيان برشا كل هاي هدف الاول هدف الاول به شعان اخر نحكيوا على مصر بالضبط نحكيوا على مصر أولمبياد 2036 في بالك الشارع المصري ولا يحلم بأولمبياد 2036 وعلاش يعني خاطر مصر نقولوا نحن أنا كنت حاضر بيرسونيلمون في الكوب دافريك في مصر وحاضر في برشا مباريات في مصر مصر تبدلت مصر ولت عندها بنية تحتية نعرفوا مليح العدد السكاني رهيب اللي في مصر لكن عندها بنية تحتية تنجم تعمل عليها وتنجم توصل تنظم أولمبياد 2036 علاش نحكيوا على أولمبياد 2036 بعد 14 عام من توا يعني علاش خاطر فما زيارة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ باش يقوم كما قلنا بزيارة للقاهرة وباش يكون اجتماع بين رئيس المصري عبد الفتاح السيسي البحث على ملف استضافة أولمبياد 2036 مصر مازلت لحد الآن ما حضرتش الملف متاحة لكن وزير الشباب والرياضة محمود فوزي في تصريح لسكاي نيوز قال إنه مصر جاهزة لاستضافة أي حدث عالمي في الحقيقة قفزة نوعية لمصر اللي قاد خلينا نقوله في الهوند واللي تقريبا من بين الخمسة منتخبات الأوائل قاعدين ينظموا في عدة تظاهرات قاعدة كوب دافريك نتاع الهوند مارتين تلعب في مصر نظمت الكوب دافريك جست حاجة بركة بخوش راهو التنظيم الأولمبياد ديما يرتبط بالفيل مهوش القاهرة في القاهرة باش تلعب باش تعمل يحبوا تتعمل في القاهرة في 2036 لأول مرة في إفريقيا إن شاء الله نقولوا نحن بلد إفريقيا علاش علاش ليه 2024 باش تكون في باريس 2028 باش تكون في لوس أنجلوس و2032 في أستراليا في انتظار 2036 ان شاء الله في القاهره ان شاء الله باهي
كان فما كان فما ملف بوكو با به المصر به الافريقيه زاد انه الاولمبياد تتعمل في في افريقيا وبه لانه الاولمبياد يتحرك الديناميك نتاع ايكونوميك نتاع الاولمبياد راه خير من كوب جيمون بيان سور باش نكونوا متفاهمين راهو العدد نتاع الرياضيين والعدد نتاع المشجعين اللي يجيوا الاولمبياد اكثر من كوب جيمون هما تحسنوا في الرياضه برشا ما للاسف مش يكونوا موجودين في مونديال 2022 ونحن باش نكونوا موجودين اصلا نقعد نضحك انا ديما في لي باج نتاع صاروا باج نتاع باج نقولوا نحن مواقع التواصل الاجتماعي ساعات تلقى منتخب مهدد وسيعوضه منتخب المصري نورمالمون فما الاكواتور ماهيش باش تكون في المونديال فيفا مازلت ما حكيتش في الموضوع هذايا برشا فما يقولوا انه باش تكون ايطاليا في تعويض الاكواتور برشا يقولوا الجزائر في تعويض الاكواتور كل واحد يقول راه نحن باش نعوضوا الاكواتور تو نحن موجودين في المونديال فيفا وقتاش باش تحكي في الموضوع هذا بون الاكواتور مش موجوده وتونس موجوده في المونديال شكرا لك محمد ديدي بخوش شكرا لك بحذنا عاد وقت اللي تحب دار دارك دز الباب وادخل تفهم انت اخوك جلانزا شكرا لك اخبار رياضه تلقاوها كالعاده على الباج نتاعكم اي اف ام سبور موجوده اي اف ام سبور على الباج فيسبوك اخبار رياضه الكل تلقاوها غادي كال 11 و15 دقيقه ببليسيتي وراجعين معاكم حتى نص النهار اي اف ام 62 على اي اف ام احلى راديو 11 و17 دقيقة على اف ام احلى راديو شكرا على الاستماع وين ما كنتوا تسمعوا فينا باج فيسبوك انستغرام كالعادة تابعونا غاديكا راديو اي اف ام واي اف ام تي في عشان يوتيوب نتاعنا راديو اي اف ام تلتحق بيا صديقتي خضرة حرب اهلا وسهلا بك بونجور بونجور شنو احوالك سافا الروبريك نتاعك نلت الاعجاب البارح حكيت على المؤثرين وصانعي المحتوى عملت لي مشاكل مع الزملاء ربي يهديك زملاء في الحافلة زملاء في التليفون على خاطر مش في الحافلة زملاء في التليفون اليوم باش نحكيو على التفكك الأسري موضوع راهو حساس جدا هذاك علاش نحب نسمعك توت سويت في حل حرب يوسف بعدنا وصلنا لمرحلة كبيرة ياسر من من الإدمان النجم نقوله على مواقع التواصل الاجتماعي والتليفونات واللي جو فيديو اكسيتيرا توصلنا انه معناتها الوالدين والصغار معناتها يبعثوا لبعضهم شنو يحبوا بالمساجات معناتها حاجه جراف على الاخر هذيك علاش حبيت نحكي اليوم ونبرد قلب التونسه انا اليوم حاله حرب على العائله التونسيه نحب نقول لكم وانا معاكم زيداره شبينا ولينا هكا علاش مشاعرنا ماتت تجمدت دنيتنا ولات مجرد ميساج واتساب ولا ميسنجر وكي نحبوا نعبروا على محبتنا لوالدينا ولا لحد عزيز علينا نخسروا عليه ستاتيو باش نلموا بيه اكثر جميت وكومنتارات وانتي تلقاك عندك سنين ما قلتهالهمش منك ليه وما طليتش عليه اغلب الوالدين يخرجوا ظلام يروحوا ظلام يشوفوا صغارهم سويتين في النهار هذا كان شافوهم خاطر ملي ندخلوا للدار كل واحد يشد بيته وعالمه وينسى اللي هو ينتمي للناس اللي عايش معاهم الوليد في الفريفاير والبنوت على التيك توك وساعات يعرضوا بعضهم صدفة في اللايف نخدموا نجريوا نعملوا دار غالية ونكونوا احنا فيها ارخص ما ثم تعلمنا البخل ثقلوا علينا الزيارات ولينا نتعاركوا بالكابشور ديكران ونهدوا بعضنا بالجرائم الإلكترونية خذينا الجانب الخايب متاع العالم الافتراضي وليت وسيلة تهديد وقذف حياتنا وليت مبنية على المادة الصغيرات وليوا يخزروا الوالديهم مادة أكهو يعمل به ستوري باش يجيب به أكثر متابعين وين اللمة فوق الطاولة وين الحوار شو تعرف على صغيرك وهو ليل ونهار في جو في الجو فيديو مع ناس يعرفهم ما يعرفهمش وانتي لا تعرف تفكيرهم ولا تربيتهم وتقول صغيري ما هوش حنين عليا منين تحبوا يجيب الحنينة وانتي باش تفرحوا وتمدلوا تليفون يحكم في حياته ويعرف حكايته أكثر منك ويني الماما اللي تلمنا وتخرف لنا حكايات أم السيسي وبشكارة وأم السطوت وتلقانا دافين وباللي كليناه فرحانين وينو بابا عزيزي وشكارة الحلوة اللي تتفرق علينا كلنا بها طايرين اللي توا ما يفرحنا كان ايفون واش وعشرين وسبيدري باش وميتين ومع هذا ما نشراذين لا نعرفوا عمة لا نعرفوا خالة لا نعرفوا دار خلاعة تصورنا كان على البيسين وزعمة هنا فرحانين وديريكسيون دراوين باش نبينوا عائلة عنا فلوس ومانيش محرومين حتى كي تويتي ونتلموا كل حد عينه على تليفونه ونفركسوا شكون يفك البلاصة اللي بحذا البريس
مصاب نعلم رويحنا وصغارنا اللي العمر قصير والتليفون والانترنت ما يعوضوش لحظة مع العائلة والوالدين واللي كثر من حده يتقلب لضده. برافو خضرة حرب حالة حرب على التفكك الأسري ولي ريزو سوسيو اللي وليت مشكلة كبيرة. فما شكون قال مرة لي ريزو سوسيو تعملت باش يقربونا لبعضنا يا اخي فرقتنا على بعضنا فرقتنا على بعضنا. مهم برشا الموضوع سورتو لي غدوة رونتري سكولير. حبوا صغيراتكم وقربوهم وي. ليكم اكثر من التليفونات ولي جو فيديو. شكرا ليك خضرة حرب ميرسي بوكو ميرسي ان شاء الله نتقابلوا غدوة نفس التوقيت غدوة رونتري سكولير. دونك باش تحكي لنا شوية على عندي ما نحكي لكم مش كان صاير فيا مش كان صاير فيا لحداش 21 دقيقة ترتاحة بالموسيقى. تحب الزيارة بيان سور الزيارة توا باش نتخمر لكم على في احلى راديو راجعين معكم حتى نص النهار. انتم تسمعوا في جونا 10 دوز مع يوسف البحري. جونا 10 دوز يا فامنا 6 دوز على يا فام أحلى راديو 11:26 دقيقة على إف إم أحلى راديو. شكرا على الاستماع وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إف إم تي في كالعادة صوت وصورة عشان يوتيوب تاعنا راديو إف إم وعلى الباج فيسبوك انستغرام راديو إف إم. غادي تتابعونا تلقاو آخر الأخبار كالعادة على السيت انترنت تاعنا efm.tn. فما برشا كلام قاعد يتقال البارح زاد قرينا أخبار أنه الحليب في تونس مهدد بالفقدان من هوني الشهرين. شنو الحكاية هذا اللي باش نعرفوه توتسويت مع سي حمدة العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب. أهلا وسهلا بي. أهلا عسلامة بيك ومرحبا بيك من كل مستمعي إيفان. سي حمدة على كل بالنسبة لي عم تفضل حكيت فقدين مادة الحليب خلال شهرين معناتها المعلومة قاعدة تدور قاعدين نحكيو فيها سيريوزمون موجود منه ولا جوست معناتها انفورماسيون هكيكا قاعدة تخرج؟ لا 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 أي. ما ثمش منه صحيح لكن ثم تخوفات ثمت نظرا للوضع اللي هو موجود عليه منظومة الألبان تو الحليب موجود الستوك موجود مخزون التعديل موجود لكن فارق بين الفترة هذه وفترة عملون ثم فارق تقريبا 50% نقص على عملون باعتبار العلفة غلات المربي معاش قادر باش يعرف حلقة فيها نتاعو واللي فوت فيه قاعد يخرج قطيع قاعد يخرج خارج الحدود قاعد يمشي للبطوار. احنا نبهنا الحكومه من هذا وقلنا لها ماذا بينا لفته كريمه لتعديل الاسوام على مستوى ثلاث حلقات اللي تتكون منها منظومه الاذى. احنا في الانتظار موجود وما خافوش بحول الله. اما احنا نحبوا ما هو الانسان يستشرف في المستقبل نخافوا احنا لا نهار من نهارات نقدروا احنا امام وضع ما نحبوش واللي هو نولوا التوريد ما نحبوش الورد والعليب. كيفاش وضعية متاع بلاد كانت سي حمدة طيش في الحليب خلينا نقول تبزع في الحليب في الكيسات توصل إلى حالة تهديد أنه فما فقدان متاع حليب كيفاش وصلنا للمرحلة هذي؟ أنا كنت نحكي لك المرحلة اللي وصلنا لها هي نتيجة عوامل نجم نقول منها محلي ونجم منها الإقليمي ومنها العالمي. أنت تشوف التأثيرات تاع حرب روسيا أوكرانيا على كل شيء ماهوش كان العلف. دونك العلف اليوم ما عادش الكيلو تاع العلف اغلى من اللتر تاع الحليب. الفلاح ما عادش يخلص بالنسبه للمجمع ما عادش يخلص باعتبار كل المستلزمات والمتطلبات اللي تسحقها الات التجميع ما عادش قادرين باش نخلصوها. المجمعين المصنعين كيف كل شيء زاد كل شيء هذا بالتاثيرات. الدوله ماهيش دوله هي السامه الغلاء هذا لكن هذا وضع موجود. الدوله لابد باش الدولة متفاهمة وإحنا تحدثنا مع سادة وزراء المتدخلين في المنظومة تاع الأجزاء هم بيديهم حاسين وقاعدين يلوجوا على حلول وإن شاء الله نلقوا الحلول. وشن هي الحلول المقترحة من عندكم أنتم ك هو حل واحد باش نخرجوا ونحافظوا على المنظومة هذه هو تعديل الأسعار على مستوى الإنتاج والتجميع والتصنيع. أنه يكون السعر كيف كيف للناس كل كسوسو لا مش كيف كيف مالك كيف لا لا حسب يا اخي قول لي يا اخي تو المجمع ياخذ في 100 وما اعرفش ايش منها والفلاح ياخذ 1240 باش يولوا كيف كيف ما نولوش كيف كيف. اي ما معنى يعني تعديل الاسعار باش جوست نفسروا للعباد الزياده في سعر الحليب لدى المنتج. لدى المنتج لدى المنتج فقط فقط يعني الامور الاخرى الدوله هي تعرف ايش تعمل. واضح واضح. انا نحكي على المنتج لابد من الزيادة في منح تجميع الحليب وهذا ما يأثرش على أنه الحليب يغلى سي حمدة.
الدولة تعرف ايش تعمل. معناتها المسؤولية التامة للدولة تخليوها مع... ما غير شك ما نشو الدولة المسؤولة على الأمور دي ما نشو احنا واضح. احنا قلنا للدولة راهو الحليب بالطريقة دي وبالسبب ما فيها راهو قاعدين نفقدوا في القطيع متاعنا. هو قديش كلفة الانتاج سي حمدة سامحني قصيت عليك جوست باش نحطوا الامور في اطارها و... بعداش الفلاح تو قاعد ياخذ 1140 اللي ال 1140 ما تغطيلوش مصاريف نتاعو كلفته ما تغطيلوش كيلو العلف اكثر من 1140 ولا كيلو العلف اغلى من طرف الحليب ما يجيش هذا إترة الحليب من عند الفلاح تخرج ب 1140 قد توصل للمواطن مواطنين توصلوا ب 1340 معناتها كي باش نعدلوا كي باش نعدلوا اي قد تنجم قد ينجم يوصل باكو الحليب يا اخو عاد الدوله هي تعرف انا مانيش دوله الحق مش عليك الدوله هي تعرف تزيد ما تزيدش اش تزيد اش ما تزيدش فقر على الوكيل فقر على صندوق الدعم كيما عم تقبل هذه دوله هي تشرف على الامور هذه وهي عندها سياساتها وعندها الخزينه ايش فيها وتعرف امكانياتها وان كان احنا نعرفوا شوف اقول لك حاجه هاي. او جاوبك جوار صريح يزن الشعب التونسي كل وكيل وهياكل وحكومه الكل يزن نعرفوا امكانيات البلاد وقدر ظروف البلاد يزن الناس كل ظرف صعيب يزن الناس كل يساهموا ونتحملوا مسؤوليتنا الناس كل سي حمدة سي حمدة جوست حاجة برك سي حمدة العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب نحن راو نحكيه على دولة كانت تطيش في الحليب ما أنت نحكيه على دولة كانت تطيش في الحليب أنه نخليه المسؤولية عند الكونسوماتور وعند الدولة وذي الكل ما أنت محبث به ميسالش نقوله للناس راو لازم نقفوا لازم نفهموا إمكانيات بلادنا أما باش وصلنا للوضعية هذية معناتها فما بخلاف الاسباب اللي اعطيتهم للخارجيه اللي الحرب في اوكرانيا والعلف غليت وذي الكل مفهوم اما نتصور زيادة انه فما معناتها فما حل وسط باش نتفاهموا باش اليوم معناتها العباد ترقى الحليب متوفر لانه العباد تو كي قاعده تمشي تشري راهو في الحليب كي تلقى باكو حليب راهو عملت انجاز تو سي حمد ما نعرفش كان قاعده تدور تشوف اي ما عليهم الا الناس اللي مالا شبيه الحليب شكون هم الناس اللي ما يحبوش يخرجوا الحليب المركزيات قاعد تخرج في الحليب كل يوم. مالا كيف لعبت تشك انه الحليب ما فماش؟ شوف ثم مسالك اخرى تعرف انا ما نعرفش علاش، اما انا اللي نعرفه المتاكد الحليب متوفر، السوق قاعد يضعف فيه، واحنا قاعدين تو نتكلموا نحطاطوا للمستقبل باش ما نوصلوش الدرجة او المرحلة التوهيج او النقص في الحليب، اليوم الحليب موجود اما نقص، قاعد يوم لانه يعني عندنا السوق، اليوم عندنا 20 مليون باكو، السوق قاعدين نستغلوا فيه. شو تقول لي الحليب موجود ونحبوه يبقى موجود ونعمله كلنا منتج ومصنع ومجمع والدوله والهياكل كلها مجنده باش الحليب يبقى موجود. سي حمدة قص التليفون سي حمدة العريفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب يقول راهو الحليب موجود لكن الحليب ماهوش قاعد يوصل صحيح فما أزمة صحيح أنه قاعد ينقص الحليب المخزون خنقول لكم المخزون كان من 45 مليون إترا وصل اليوم إلى 20 مليون إترا من الحليب المخزون يقول أنه ما فماش كيفاش ماهوش قاعد يوصل للمواطن والعباد قاعدة تلوج على الحليب هذا اللي ماهوش مفهوم تو يرجع معنا سي حمدة قص التليفون سي حمدة جست باش نطمنوا الناس الحليب موجود يعني موجود ولي ديستريبيوتور قاعدين يخرجوا كل يوم في الحليب اي للمراكز البيع يعني حكيت انه الحليب مفقود تو ما فماش منه لا ما فماش منه الحليب متوفر موجود واضح فما ناقص ايه احنا متخوفين من المستقبل مش اليوم الحليب موجود شنو احنا متخوفين من المستقبل واضح. شهر شهرين ثلاثه يمكن نقول احنا اذا كان باش نواصلوا فكه القطيع قاعد يخرج خارج الحدود وقاعد يمشي للبطوار نخافوا يجي نهار ما نقول احنا ما عندناش حليب يجيبوا فيه من برا شنو المقترحات اللي اعطيتوها الغرفه النقابيه الوطنيه لمراكز تجميع الحليب شنو المقترحات اللي اعطيتوها للحكومه عطينا مقترحات زيادة على مستوى ثلاثة حلقات على المنظومة الانتاج والتصنيع والتجميع يلزم تعدل منح المحمقة فنقول روح على باس وتو المنتج يولي يعاود يسترجع قطيعه وما تبقى معاش يفوت فيه
راهو كل يوم لو كان تمشوا للاسواق من الاسواق الكبرى بتاع البقره كيما سيدي بوزيد وكيما منزل ماضي ساعه ماضي ساعه بتاع الليل تلقى ناس اجانب يشربوا في البقر لا الخليل لا البقر الحليب ولا العجول بتاع التسمين ولا البقره يقولوا احنا بالعاميه الشخص كل على بعضه يهزوا فيه والفلاح وقت الولد الكلفه اغلى من الانتاج ولا يبيع فيه وين قاعدين يمشيوا وين قاعدين يمشيوا البقرات هذوم؟ قاعد يخرج خارج حدودنا برا خطير راهو الكلام اللي قاعد يتقال تو معناتها مع يعني نحن في ازمه نتاع حليب وفي اللحم قاعد يغلى وفي كل شيء والحاجات نتاعنا قاعده تخرج البر. لا علاش تخرج؟ هو السيد يقول علاش تخرج؟ علاش تخرج؟ لانه ما عادش قادر باش يغطي الكلفة نتاعو بالاسعار هذه ماهوش قادر. واضح. وقت ياخذ لك وقت ياخذ لك كيلو على 12 ولا 13 ولا حليب 11 ولا وهو يخدم عائلته كامله ما هو تعرف تاخذ اغلب الولايات من انتاج القاعد الصوت ماهوش قاعد يوصل كونسول اي ما تعرف بالبيت ما عندوش كل رواتب ما عندوش مواد نوويه كلها بفلوس لذلك بعد سنه انا عايز التحليل المفروض انا ناخذ 304 سنه ما قبلش بعض المهم نتخلص من هذا احنا عندك على سبيل الاعداد يا دوله الصوت مش واضح سي العيفي شكرا شكرا ليك الصوت مش واضح برشا شكرا ليك سي العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب يقول انه الحليب موجود انه لي ديستريبيتور قاعدين يخرجوا في الحليب هذيك عليه حابين نطمنوا العبيد راهو حكيت أزمة الحليب وانه الحليب ماهوش موجود في الأسواق يقول راهو بشوي بشوي قاعدين نوصلوا غير متخوف من المستقبل يقول متخوف من المستقبل ومن المخزون انه يفرغ بشوية بشوية وانه معاش نلقاو روحنا ما غير حليب ربي قدر الخير المقترحات للحكومة وصلوها يقول انه على ثلاثة مراحل نزيدوا في حاجات على ثلاثة مراحل باش الفلاح ما يكونش كونترا انه يبيع البقرات نتاعو وانها تمشي السلعة نتاعنا البر 11:37 دقيقة ترتيحة صغيرة تجيكم ايا بعد شوية اخبار النجوم بعد شوية نكمل جولة 10 دوز مع يوسف البحري جولة 10 دوز يا فامنا 6 دوز على يا فام احلى راديو 11:44 دقيقة على يا فام احلى راديو مكملين معاكم حتى لنص النهار جولة 10 دوز شكرا على المتابعة باش فيسبوك انستغرام راديو اي اف ام واي اف ام تي في شان يوتيوب تاعنا راديو اي اف ام جيب حذايا ايه لاخبار النجوم اهلا وسهلا بي بونجور يوسف نحوالك يا ايه الحمد لله بونجور نيس الكل تسمع فينا على راديو اي اف ام كل هذا جينا باخبار النجوم هكا شويه فازيت الدنيا يلا اخبار النجوم مع ايه توتسي نبداو بالخبر الاول يوسف باش نحكيو على مسلسل قاعد يتصور توا اسمه دكه العبيد للكاتبه هبه مشاري حميده واخراج لسعد الوسليتي المخرج التونسي من انتاج ام بي سي ستوديو باش يعرض قريبا على قناه شاهد ودور احداث المسلسل بدايه القرن 20 فما ممثلين برشا من دول عربيه اوروبيه الهند زيدا وغيره الاسماء التوا ما تحصلناش عليها لكن في قدم الايام بتبيع باش نعرفوا ابطال هذا المسلسل والممثلين اللي باش يكونوا حاضرين مع المخرج لسعد الوسليتي اسبيرون بيان انه يكونوا برشا ممثلين توينسا ان شاء الله يكونوا ممثلين توينسا لسعد الوسليتي راه يحب برشا الممثلين توينسا دونك تصور باش يكون موجود معاه في الـ في الـ في المسلسل نتاعو علاش ليه تو نتصلوا بيه كان ينجم يعطينا تصريحات بتبيعه سي لسعد ديما مع اي اف ام كي يعطينا تصريحات باهيه ان شاء الله ربي يوفقه في العمل الجديد نتاعو باش نتعداو للخبر الثاني تو باش نمشيو للبنان نمشيو على عركه كبيره صايره في لبنان ريت كي مش في تونس على عارك بارتو العرك تبارك الله بارتو العرك بارتو في لبنان ما مركحش في السنة عندك مريم فارس وفارس كرم عندك تو باش نحكيو على إليسا وزياد البرجي والدنيا خاضت في لبنان قامت باش نحكيو على خلاف الفنانه اللبنانيه إليسا مع الفنان والملحن زياد البرجي اللي بدا من الصيف في اوت تقريبا 2022 المشكل كان بسبب اغنيه غنتها إليسا اسمها انا وبس هي من كلمات احمد ماضي والحان زياد البرجي بيه خويا خونا زياد البرجي حب يعاود الاغنيه قالك نحب نعملها ديديكاس لمرتي عاودها ريبريز يعني هو لحنها
لحنها عطاها لإليسا قالها غنيها انت يا اخي هي سميتها انا وبس وعملت كليب خويا يوسف والروبة طايره في الهواء وفلوس والدنيا ومن كان وحسي لو ما نحكي لك شو عاد تغني إليسا على الحب فهمت حبها إليسا انا زيد نموت عليه يا اخي خويا زيد قال لك نحب نعودها ديديكاس لمارتي نحب نفرح مارتيين عودها الاغنيه عجبتها المراه يا اخي عاودها سميها وبتير اي بعت ريبريز مش قالش الاغنيه نتاعي ليلي هو ريتا شنو المشكله كي هبطها على اليوتيوب هبط زيد البرجي نقطتين وبتير بدلها الاسم معناها اليسا هبطت انا وبس زيد البرجي هبط وبتير انت كي تشوف زوز العناوين تقول اه كل واحد واغنيه فهمت لكن كي تدخل تتفرج تلقاها نفس الاغنيه ونفس التلحين ونفس كل شيء ونفس الكلمات يعني ما كتبش اللي راهي ريبريز الاغنيه انا وبس هو نتاع اليسا هو خاطر ملحن حسها ملكيه نتاعو فهمت الاغنيه نتاعي دونك نحب نغني هو الملح هو في الانترفيو قال اموري المراه عجبتها نحب نغني كهو المراه تحكم يحكم في حد يا اخي الدنيا قامت وما قعدتش خويا يوسف وليو يكلاشيو في بعضهم في تويتر نحن عندنا انستغرام ستوريات هما عندهم تويتر هي تويتر مش برشا في تونس العباد تستعمل هو في لبنان هي تهبط تغريده هو يرجع لها تغريده وكيك قعدوا في مجلس كامل يغردوا على بعض يا اخي زياد البرجي قال لك وصل جاني تهديد بالقتل على خاطر اغنيه اي هادي دوه بالقتل قالوا له كي متفسخش الاغنيه وبتير من اليوتيوب رانا باش نقتلوا هو العرك نتاعها نتاعهم كاسحه علينا ليه تسميو جونتي برشا لهنا في تونس ما نوصلوش الحمد لله ما نوصلوش صحيت نمشيو هكا شوي بلاتويت ما نوصلوش الشيء الحمد لله في الاعلام وكهو هذيك الحمد لله الحمد شوي انستغرام ستوريات كل شيء مقصوده هاشتاج هما لي هما بالقتل راهو ما يفضلوش الرحمه لي وقتلك اليسا ما عادش باش نتعامل معاه زيد البرج هذا يا راهو باش عاود يلحن اغنيات وعاود يكتب لي ودرا شنو يزي العلاقه انتهيت مهنيه انتهيت هكاها قولي انت وين وصلت الحكايه تاو للحاكم سيرمون في المحاكم مادام فما قتل الدنيا سيرمون في المحاكم تاو الحكايه في المحاكم وعشرين الف محامي فض فيها الحكايه هذيا هبطت اليسا بيان يقول ستتم ملاحقه كل من ساهم في قرصنه انا وبس وتحويرها وتقليدها ونشرها خلافا للقانون بما فيهم خويا يوسف الكاتب والملحن وكل من ساهم في التوزيع والترويج انا اللي مقلقني هوني قضيه الترويج تتعدى لخونا زيد برج قضية ترويج طب تتعدى وين ننصحه يعمل محامي اسمه منير الصالحة وقدرة ربي يخرج منها برا ابعث له نمرو سيمونيا ولا ابعث له زياد البرج على الانستغرام نحب نسمعك توا انت قول لي شنو هي رايك شو سمعك اكستريم تاع اليسا واكستريم تاع زياد برج ونقول لك انا هي خي اي قول لي انا هي خي يلا هو بطير من كتر الفرح لبعيد تينا زيد البرج مدام نور الدنيا قامت راه ونعطيك حاجه اليسا تو في اليوتيوب عامله 7 ملايين عندها 3 جمعات عامله 7 ملايين و300 الف خونا زيد البرج عنده جمعتين بعد بجمعه عامل تو 2 ملايين ونص ما يخلطش إليسا معناها كتب أما أنا الحقيقة معناها نفهم شوي في الموزيكا وقعدت نسمع فيهم خونا زياد البرجي أبدع فيه لا أنا إليس. راني من محبي إليسا أنا محب إليسا لا باش نبداو واضحين لا راني نقص البرنامج ونغادر الأستوديو تدوين لا خاطر جماعة المعدين قالوا لي لا راهو زياد البرجي لا أنا زياد البرجي زيد لا أنا سوبر فان راهو إليسا نحبها برشا ما نفهمش في الفن نعديو لك إليسا في الأخر باش نعديو بعديك قال لك بعديك باش نعديو زياد البرجي أي الحقيقة ونحبو عنده هكا رقة ومحليه وقالوا مرته ضربت فيه الغنية قالك نغنيها كهو المرأة هي اللي تحكم المرأة هي اللي تحكم بارتو المرأة هي اللي تحكم ايه عجبتها كان فاست مرته قالوا لي جماعة العديد قالوا لي انت عجبتك كان فاست مرته الغنية ما يهمكش في الرومانسية ريت المرأة تعمل مشاكل ريت المرأة تعمل مشاكل انت عندك الرومانسية على الاخر ما نحكي لكش رومانسية ان شاء الله يهديو لك غنية ان شاء الله يهديو لك غنية اللي كد يا رابي على قريب شو تسمع ايه حبي ليتس جو يلا أنس جابر البارح باش نتعدي ونحكيو على البطلة متاعنا وزيرة السعادة أنس جابر اللي ديما فرحتنا ورفعتنا ريوسنا في العالم العربي والعالم الكل أنس جابر اللي كانت تقريبا عندها نهارين مش البارح حاضرة في سهرة فوغ لقيت ليلة متاعها كانت كومبينيزون روج من عند المصممة اللبناني إلي صعب للعبيدة اللي تسأل على الصوم خويا يوسف نعطيكم الصوم بالضبط 7 ملايين و690 دينار بالضبط بالتونسي
جوست راو باش العباد نحطهم في في الايتار راو روبا من عند اللي صابغه تسمى سافا في السوم هذه هي تسمى صحيح من روب العاديه معني عند اللي صاب مش غاليه برشا اللي تحب يعجبك محليها خرج بالاطليله نتاعها بالروج هي وزوجها هي. وكل ما مخمة برشا مدام أنس محليه كيري محليه حتى هو محليه زادة في التصوير هذيك كي تقولي رومانسي 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 أي هي تبدأ تلعب مرت. هو يبدأ بعينيه يشجع ويقف و... مسكين قلبه قريب يخرج كل مرة قلبه والله محليه هذيك مثل الرجل الرجل العربي والتونسي واضح واضح التصويرة قاعدة تدور برشا ومزيانة مزيانة ياسر التصويرة وإن شاء الله أنس جابر باش تكون في الفينال دبليو في تي اللي تجمع ثمانية أحسن لاعبين في العالم كل مرة تتعمل في بقعة باش تكون موجودة أنس جابر ومرة أخرى نعاود نقول لها ميرسي اللي راهو أكثر معناتها سورس نتاع سعادة قاعدة تجينا للشعب التونسي موتيفاسيون انسبيراسيون لبرشا شباب اللي يمنوا بحلمتهم ويوصلوا كل مرة قل باش نكملوا مازال عنا وقت نكمل اي بيان سور عندك اخبار عنا اخبار باش نحكيوا على التلفزه الوطنيه على خاطر يوسف توا العبيد تستنى في المسلسلات اسكو فما مسلسلات والا لا دونك كيما نعرفوا قناه الحوار التونسي بوغ لو مومون سيمي الفهري وسوسن الجمني اعلنوا زوز مسلسلات كالعاده باش يكونوا على قناه الحوار التونسي قناه التاسعه من المؤكد ونقولوا اللي فما حي هلال باش يتعدى على قناه التاسعه من لي سورس نتاع اي يا زلمه نعرفك منين تجيبها من عند ايريش تجيب في تحيه لايريش حبروك البارح في قناه التاسعه نقول بون كوراج دونك قناه الوطنيه اليوم نقولوا بعد نجاح الحرقه بالاجزاء نتاعو الزوز مبدئيا الى حد هذه اللحظه التلفزه الوطنيه قد لا تنتج عمل درامي لشهر رمضان القادم وللاسف نقولوا خيبه كبيره خيبه امل كبيره خاطر قناه الوطنيه لازمها تنتج في كل رمضان مسلسل والا سيت كوم نتمنوا انه الخبر يطلع غلط ان شاء الله يطلع غلط ونتاكدوا منه الخبر غدوه مع زميلتنا فيزا العرفيوي في ميديا ماغ نتاكدوا هل القناه الوطنيه باش تكون عندها مسلسل ولا ليه سنة فما الخبر قاعد يدور وقاعد يتحكي انه مش يكون فما انتاج ديجا الانتاج تاع البرامج ما فماش ديجا ابار الشارع الثقافي ولا البولفار الثقافي هذاك اللي قاعد يتعدى ما فماش برامج سنة في التلفزه الوطنيه ما فماش لحد الرياضي التلفزه الوطنيه كل مره قاعدين نحكي على الموضوع هذا شكرا لك ايه ميرسي بوكو اخبار النجوم تلقاوها كالعاده على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام تقابلوا غدوه ان شاء الله ميرسي بوكو جيب حذانا خلود مبروك 90 دقيقه بعد شويه اهلا وسهلا بي اهلا بيك عجبتني انا الدخله ذي نستفيد من ايه من الاخبار نتاعها اي بيان سو صافي مالو كوخ كان التلفزه ما تعملش انتاج بصراحه اي وقاعد تحكي برشا خلود انه التلفزه ماهيش تعمل انتاج اليوم ضيفنا عميد المحامين المنتخب حديثا باش يكون بحذنا الاستاذ حاتم ممزي وباش نحكيو على الجانب المهني والسياسي اللي طغى على الانتخابات الاخيره لعميد المحامين باش نرجعوا على البارومتر السياسي لشهر سبتمبر 2020 المغرب وسيغما كونسي 89.4% هي الفجوه بين الاغنياء والفقراء اي كبرت برشا رقم جديد حسن زربوني يكون معنا لتوضيح الارقام هذه وبالطبيعه نرجعوا على الاكتواليتي الاتفاق الذي حصل واخيرا بين الاتحاد والحكومه الزياده في الاجور بالنسبه للوظيفه العموميه والقطاع العام واحلام في الدوسي ايش عندها احلام في الدوسي اليوم باش تقولنا الضو باش يقص على تونس والا لا نتابعوكم من بعد شويه من نص النهار حتى كشي الماضي ساعه ونص خلود مبروك وكامل الفريق شكون معاك اليوم سي سفيان ريتو البار سفيان بالحميده وباش نستقبلوا ضيف كرونيكور نتاعنا هو الصحفي المتميز نورجين المباركي باش يكون ضيف معنا اليوم كرونيكور باهي برشا 90 دقيقه من بعد شويه نقول لكم ان شاء الله نتقابلوا غدوه نفس التوقيت في جونا ديس دوس شكرا كل فريق من ابو غنجه في الاعداد نور بولابيار في الاخراج وكامل فريق اي اف ام تي في ادما تشاو جونا 10-12 مع يوسف البحري جونا 10-12 إيفام 6-12 على إيفام أحلى راديو